أهلا بكم من جديد في سؤال الساعة. يوم الاثنين الماضي الخامس عشر من ماي ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس بقصر الملكي بالرباط حفلة توقيع على اتفاقيتين تتعلقان بمشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب وبالتعاون المغربي النيجيري في مجال الأسمدة. وألقى وزير الشؤون الخارجية النيجيري كلمة شدد فيها على أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين بعد بضعة أشهر فقط من زيارة الملك محمد السادس لنيجيريا يشكل دليلاً على نجاح الشراكة التي تجمع الرباط بأبوجا، وهو النجاح الذي يجد تفسيره في إرادة قائدي البلدين تكثيف المشاريع الثنائية، معتبراً أن اتفاق التعاون في مجال الأسمدة يشكل فرصة كبيرة لنيجيريا في مسعاها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الميدان الفلاحي. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي الذي استعرض الخطوط العريضة لمشروع أنبوب نقل الغاز شدد من جهته على أن هذا المشروع الذي سينجز من قبل الأفارقة ومن أجل الأفارقة يشكل تجسيداً بليغاً لدبلوماسية القول والفعل وتجلياً آخر لرؤية الملك محمد السادس لإفريقيا متحكمة في مصيرها واثقة في مستقبلها. وإذا فإن سؤال هذه الحلقة يرتبط بالمغرب الإفريقي في بعده الجديد. ما هي الآفاق الرحبة التي ستفتحها هذه المشاريع ذات القيمة العالية بين المغرب ونيجيريا بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وحمولاتها الجيوستراتيجية أيضا؟ والإحاطة بمختلف جوانبه نستضيف الدكتور هشام حافظ الباحث في الاقتصاد بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط. مرحبا أستاذ هشام. أهلا وسهلا. والدكتور خالد الشقراوي مدير مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات. مرحبا أستاذ خالد. أهلا وسهلا سهلا. إذن أستاذ خالد، بعد خمسة أشهر من إعلانه رسميا كأحد عميدة الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين المغرب ونيجيريا، مشروع أنبوب الغاز الذي يربط بين البلدين قطع الخطوة الأولى نحو تفعيله، دراسة الجدوى قبل اتضاح معالم نهائية المسار مصادر التمويل وكيفية الاستثمار. نعم بالضرورة، يعني عندما طرح هذا المشروع في أول زيارة للملك لنيجيريا بعض المنابر تحدثت عن أنه مشروع نعم طموح لكن صعب المنال وصعب التطبيق، وكانت هناك بعض التشكيكات من بعض المنابر، اللهم منابرنا المغربية والنيجيرية التي اعتقدت فيه. بعد ذلك وقع لقاء ثاني في الكوب 22 في مراكش، الشيء الذي أدى إلى المزيد من تعميق الحديث حول هذا الموضوع، والآن أضحينا في الخطوة الأولى البراغماتية نحو دراسة الجدوى، وهذا يدل إن كان كنا نحتاج إلى أدلة على أن هذا المشروع هو حقيقي ومشروع واقعي، هو مبني على دراسات، مبني على، هو مشروع مفكر فيه أصلا ومنطقي على مستوى الاقتصاديات المجالية فيه قبل بالضرورة. يعني الإعلان لم يتم فقط هكذا وليس نزوة، بل وقع تفكير هناك. فقط أريد أن أرجع إلى كلمة مهمة، وكذلك حفل رسمي له بالضرورة معناه. هناك كلمة قالها الملك في خطاب من دكار أننا تجاوزنا منطقة التكتيك، لأن منطقة التكتيك هو منطق آني سنة سنتين ثلاث سنوات، نحن في منطق استشرافي، والمنطق الاستشرافي يعتمد على أساسين. الأساس التاريخي معناه أن هناك ماض نعتمد عليه لبناء علاقات مستقبلية قد تصل إلى 25 سنة أو 50 سنة فما فوقها، يدخل هذا المشروع في هذا الإطار، أي في إطار المنطق الاستشرافي للعلاقات البينية المغربية الإفريقية. كما أنه مشروع لا يربط فقط دولتين، نعم نيجيريا تعتبر أكبر دولة وأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، في بعض الأحيان كان هناك نوع من التنافس فيما بينها وبين جمهورية جنوب إفريقيا، لكن لحد الآن تعتبر الدولة يعني القوة الاقتصادية رقم واحد، أيضا قوة سكانية مهمة تقريبا 186 إلى حوالي 200 مليون نسمة، حوالي 400 مليار على دولار على مستوى الناتج الداخلي الخام. هذه الشراكة مهمة للغاية، كما أنها قوة
طاقية كبيرة للغاية وقوة سياسية واستراتيجية في القارة الإفريقية لها كلمتها على مستوى ترتيب المجال الأمني الإفريقي. وبالتالي أعتقد بأن هذا النموذج وفي تقديري أن هذا النموذج للشراكة المغربية النيجيرية الذي سوف تدخل في نطاقه كافة دول الاتحاد الاقتصادي لغرب إفريقيا وأيضا جارتنا موريتانيا خاصة إذا الأمور استمرت على ما يرام. نيجيريا، غانا، كوت ديفوار، غينيا، نعم. سيراليون، ليبيريا، سينيغال، غامبيا وموريتانيا. نعم يعني وكذلك نحو أوروبا. وهذا شيء وهذا مهم ثم أن لها ارتباط أيضا بمنطق استراتيجي آخر ننساه في كثير من الأحيان هو جنوب الأطلسي، لأننا نتحدث عن منطقة استراتيجية لدول شمال الأطلسي المرتبطة بالناتو عسكريا والمرتبطة بالمجال الأوروبي، لكن الآن نحن في إطار إبراز معالم منطقة اقتصادية ومنطقة جيوسياسية مهمة هي جنوب الأطلسي وهو مهم للغاية، وله ارتباطات أيضا حتى بأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى ارتباطاته بالمجال الغربي. المهم بالنسبة إلي وفي تقديري البسيط قد أقول بأن هذا النموذج قد يصبح نواة لتكتل اقتصادي إفريقي مهم إذا أردنا أن نقارن، ولو أن المقارنة ليست دائما صحيحة، بتجمع الفولاذ والفحم في أوروبا الذي تأسست عليه ابتداء من ثلاث دول أو أربعة دول ثم بعد ذلك تأسست عليه دول أخرى. أعتقد بأن هذا المشروع بمنطقه الاندماجي، بمنطقه الاستيرادي والتصديري، بمنطقه في إطار الشراكة في مجموعة فيما بين مجموعة من دول، بمنطقه للاعتماد على القوة الذاتية الكامنة في القارة الإفريقية، أعتقد بأنه سوف يسير للأمام بشكل كبير، خاصة أنه يرتبط بقضية الطاقة، بقضية الأقطاب الصناعية، وبقضية الأمن الغذائي. أستاذ هشام، إذن بعد توقيع اتفاقية مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا الاثنين الماضي وقبلها مذكرة تفاهم حول المشروع في الدار البيضاء، انطلقت إذن مرحلة إطلاق الدراسات لإنجاز هذا المشروع الضخم الذي للإشارة سيمتد على مسافة تصل إلى 5000 كيلومتر ويهم ساكنة تناهز 300 مليون نسمة. أنا أعتقد بأن هذا المشروع الذي يهم العلاقة بين أو تعاون المغرب النيجيري فيما يخص أنبوب الغاز هو مشروع استراتيجي، لأنه يندرج في إطار رؤية إفريقية يعني منبثقة، يعني بين الدول الإفريقية منبثقة، شراكة منبثقة من إفريقيا تهدف إلى التنمية في إفريقيا وتضع المواطن الإفريقي في صلب الاهتمامات السوسيو اقتصادية. وبالتالي فهذه يعني هذا المشروع هو مشروع استراتيجي على المدى القريب، على المدى المتوسط والبعيد. إذن من جهة أخرى هذا المشروع ما هو إلا تجسيد وتكريس للدبلوماسية المغربية التي عملت منذ سنة 2000 على بناء سياسة إفريقية حقيقية تسعى إلى التنمية المشتركة والتعاون البراغماتي، التعاون البراغماتي الذي يسعى إلى تطوير آليات اشتغال على مجموعة يعني السياسات ومجموعة يعني القطاعات التي من التي تسعى إلى خلق قوة اقتصادية مستدامة بين الدول الإفريقية عن طريق تحفيز الإمكانيات وتحفيز كذلك المؤهلات التي توفر عليها إفريقيا والتي لا ينقصها إلا 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى وهي الثقة في النفس إفريقيا، النقطة الثانية اعتماد على الذات، والنقطة الثالثة وهذا ما أكده جلالة الملك في الخطاب في خطاب أبيجون ويعني في الخطابات، يعني اعتماد على يعني الثقة في النفس الإفريقية، اعتماد على الذات، وكذلك انخراط في التنمية والاستثمار المشترك. وبالتالي فهو يعني هذا المشروع هو مشروع استراتيجي، اتفاقية استراتيجية يعني لها وقع مباشر على المواطن الإفريقي. في هذا الإطار أستاذ هشام كما قلت البعد الاستراتيجي، كذلك أهمية هذا المشروع اقتصاديا تكمن في عدم اكتفائه بنقل الغاز يعني بل إنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من الغاز في الدول التي سيعبرها. نعم، هذا يعني بالنسبة للانعكاسات هي انعكاسات كما قلت يعني على المدى القريب، المدى المتوسط والمدى البعيد. نلاحظ بأن غرب إفريقيا اليوم تحتوي على أكثر من 3 مليون نسمة، هي في حاجة إلى مجموعة من توسيع القاعدة الاقتصادية، في حاجة إلى خلق فرص الشغل، وهذا المشروع جاء بيعني سوف يعني كيف أقول يعني سوف يساهم في خلق مجموعة من المشاريع الموازية لهذا المشروع، سوف يعزز من قدرة التنافسية
في عن طريق سوق إقليمية في مجال الكهرباء. تماما، سوق إقليمية في مجال الكهرباء. تماما، وسوف يعزز من قدرة التنافسية للمنتوجات الغرب إفريقية، وهذا شيء جد مهم، لأن هذه المنطقة هي في حاجة إلى الصناعة التحويلية، في حاجة إلى صناعات يعني تصديرية ذات القيمة المضافة العالية، في حاجة كذلك إلى سوق إقليمية الكهرباء. لاحظنا في سوق في إفريقيا الغربية 300 مليون نسمة، حوالي فقط 20% من هذه 300 مليون هي التي مزودة بالكهرباء، وهذا يعني شيء، يعني هذا كما قلت يعني نستهدف أو له أهداف مباشرة على المواطن، تحول يعني تماما على المواطن الإفريقي. أستاذ خالد، إذن الآن دخلنا في مرحلة دراسة الجدوى، وهناك الآن تساؤل أي مسار سيأخذه هذا الأنبوب، هل المسار البحري، هل المسار البري، وهل سيكون امتداد الأنبوب أو الجزء القائم، إذا اعتبرنا أن الجزء القائم سيشكل جزء من الأنبوب النهائي، كان هناك الآن جزء قائم يربط بين نيجيريا وغانا. نعم، فقط أعطي رقما مضيفا لما قاله الأستاذ هشام، أن على المستوى نعم كما قلت تقريبا حوالي 200 مليون من الساكنات غرب إفريقيا لحد الآن، راه تقريبا 80% من التراب إفريقيا الغربية ليس به كهرباء لحد الآن. وهنا هناك مشكل آخر، أن الحاجيات الصناعية من الكهرباء ما زالت تنقص بحوالي 40% في هذه المنطقة، وبالتالي 40% على مستوى الحاجيات الصناعية مهم للغاية لتدبير المجال الاقتصادي. قضية المسار مهمة للغاية، نعم يجب أن نعلم، وهذا دليل على أن هذا المشروع لم ينبت بلا شيء، هناك أمور سابقة، وهو المشروع الغاز وأنبوب الغاز الرابط ما بين مجموعة من الدول الغرب الإفريقي منطلقا من نيجيريا إلى غانا. هذا المشروع مهم للغاية، حوالي 700 كيلومتر لحد الآن أو ما يزيد عن أكثر، هناك طلب سابق من دولة الكوت ديفوار للارتباط به، والآن هناك طلب ثاني من لدن السنغال أيضا للارتباط به. هذا المشروع كان مهما وكان جد طموح، لكن هناك مجموعة من القضايا اللوجستيكية التي جعلته لم ينجح بالشكل المراد، كما أن قضية التصدير والاستيراد لم تسوق بالشكل الأساس، خاصة وأن بعض الدول التي كانت مستوردة أضحت الآن دول مستوردة. توضيح فقط هذا الجزء القائم الآن بين نيجيريا وغانا، هل هو بحري أم لا؟ هو أرضي، هو يمر عبر التراب الأرضي، وهذا ما يطرح العديد من المشاكل. إذا استمر هذا الأنبوب إلى مجالات أخرى، هناك مجلة نزع الملكية، هناك مشكلة الاستقرار في بعض الدول التي كانت تعاني مشاكل، مثلا دولة ليبيريا وسيراليون التي عانت مشاكل في السابق، حتى في دلتا نيجيريا كانت هناك بعض المشاكل الأمنية البسيطة لكن بإمكانها أن تعالج بشكل كبير إلى غير ذلك. الآن أيضا حتى الاكتشافات الغازية الجديدة بدأت تظهر بشكل قوي على مستوى الأوفشور، يعني على المستوى البحري، وبالتالي هناك نقاش هل نستمر، والمهم في هذا هو دراسة الجدوى التي سوف تقام الآن، هل سوف يتم تكملة هذا الأنبوب وتعزيزه وضبط الاختلالات التي كانت فيه في السابق، أم بناء أنبوب جديد بمنطق استراتيجي ومنطق اقتصادي جديد عبر المجالات البحرية. ولذلك أعتقد بأن دراسة الجدوى الحالية هي التي سوف تؤسس دراسة الجدوى للمسار. الإشارة ستستغرق سنتين، وهذا شيء طبيعي للغاية، يعني يجب، هو ليس من المشاريع البسيطة ومن المشاريع الثقيلة، هناك مشاريع دراسة جدوى التي استمرت أكثر من سنتين، نتمنى أن ترتبط بسنتين، وسوف نستمر بعد ذلك نحو، لأن ما زال هناك مشكل التمويل، المؤسسات والشركات التي سوف تبنيه، طرق، لأن هناك أيضا تطورات تقنية يوميا في هذا المجال، ثم هناك أيضا أمور أخرى يجب التفاوض في شأنها في مع الدول، كل دولة على حدة، سواء على مستوى التصدير أو على مستوى الاستيراد أو على مستوى الاستثمارات التي سوف ترتبط بالأقطاب الصناعية، من جهة الأقطاب الصناعية المرتبطة بإنتاج الطاقة يعني الكهربائية، خاصة المعامل الترمو يعني المعتمدة على الطاقة إما على الغاز، أو الأقطاب الصناعية المرتبطة بالكهرباء والغاز ولكن لتصنيع الأسمدة والمرتبطة بالأمن الغذائي لهذا المجال. سنعود، وأعتقد بأن الأمر يعني الآن الخطوة الأولى تمت، وعلينا أن ننتظر الخطوات المقبلة. إذن تقريبا كلفة المشروع مبدئيا تقدر بحوالي 20 مليار دولار، دراسة الجدوى ستبدأ بشكل موازن بتوقيع اتفاقيات مع الدول التي المفترض أن يمر منها الأنبوب،
وقبل المرور إلى مرحلة الإنجاز، وطبعا إنجاز الدراسات الجيوفيزيائية والاقتصادية وغيرها. يعني هو أي مشروع لابد يعني أن يمر بمجموعة من المراحل. أولا المرحلة الأولى وهي الهندسة يعني والتطبيق، يعني ومن بعد نلاحظ كيف يعني يتم تمويله وصيانته ومراقبته إلى ما ذلك. هذه مسؤولية يعني سوف تكون مسؤولية جميع الدول التي سوف يمر بها، وهي حوالي 13 دولة يعني من نيجيريا إلى المغرب وربما في المستقبل نحو أوروبا. إذن في هذا الصدد يمكن القول بأن دراسة الجدوى بدأت في هذه الأيام الأخيرة، وسوف تأخذ كما قال الأستاذ الشقراوي يعني سنة أو سنتين لدراسة يعني مجموعة من يعني الإمكانيات والآليات لتنزيل هذا المشروع على أرض الواقع، منها ما هو مالي، منها ما هو يعني صيانة، منها ما وكما يعني ونتفق مع الأستاذ الشقراوي هؤلاء يعني سوف يدوز يمر عبر الشاطئ يعني ربما يعني وهذا ربما الحل أنجع يمر يعني عبر البحر. لماذا؟ لأنه المرور يعني بهذا الغاز انبوب الغاز عبر الارض سوف يعني يطرح مجموعه من المشاكل، ما هو امني، ما هو يعني وبالتالي عقاري يعني في هذا الصدد يمكن القول بان الكلفه تقريبا نفسها الكلفه نعم تمام الكل. بالنسبه للتمويل يعني هناك يعني تم تشكيل يعني هيئة مكثفة يعني لمراقبة وتنزيل هذا المشروع. التمويل هو نتكلم عن صندوق السيادي المغربي للإثمار وكذلك سوفرين انفستمنت اوتوريتي، يعني هذول اللي غادي يساهموا بشكل كبير في التمويل. البنك الافريقي للتنمية وكذلك يعني هناك تمويلات خارجية من طرف دول الخليج التي سوف تساهم بطريقة يعني كبيرة في التمويل، ولما لا بعض المستثمرين المنحدرين من افريقيا الشرقية وافريقيا الانجلوفونية، وهذا سوف يكون يعني صلة وصل بين إفريقيا الفرنكوفونية وإفريقيا. هذه فرصة بالنسبة لإفريقيا الفرنكوفونية أن تكون لها علاقة اقتصادية يعني مباشرة ووطيدة بين يعني مع إفريقيا الأنجلوفونية، ولما لا يعني استثمر بعض المستثمرين الذين يعني اللي يبغاو يعني يستثمروا في هذا المشروع ديال أنبوب الغاز. إذا هذا الأنبوب هل يعتبر بمثابة طريق سيار سيمكن نيجيريا من تصدير نفطها خارج الحدود الإفريقية، أم أنه سيأخذ بعدا آخر وطريقة جديدة سيقوم كذلك بنقل الغاز الذي قد يكتشف الآن في السنغال وغيرها من الدول؟ نعم، هذا هو الاختلاف مع الأنابيب الغاز العادية المعروفة، مثلا كأنبوب الغاز الجزائر اللي بمر بالمغرب نحو أوروبا، اللي هو عبارة عن طريق سيار ويوزع الغاز لكل طالبه إلى غير ذلك. هذا الأنبوب ليس فقط طريقا من منطقة الإنتاج لمنطقة الاستقبال والتصدير، لأننا نعم منطقة الإنتاج الأساس توجد في نيجيريا، الآن عدة دول بدأت تنتج الغاز من غانا وغير ذلك، السنغال الآن التي اكتشفت حقل البترول على مستوى الحدود البحرية مع موريتانيا تقريبا حوالي 450 مليار متر مكعب، ويعتبر هذا من أكبر الحقول في 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 المجال الإفريقي، وسوف يتطلب شراكة موريتانية سنغالية لاستغلال هذا المنجم. أعتقد في وكذلك ربما اكتشاف الغاز في نواحي ولما لا الآن هناك إمكانيات جيولوجية تنبئ بالخير على مستوى مجال الصويرة والطرفاية، وخاصة على كل في المسألة ما يسمى بالساحل المتوسط، يعني الساحل المتوسط هناك إمكانيات كبرى للاستغلال والإنتاج. المهم في هذا الأنبوب وهو أنه في نفس الوقت هو مصدر من نيجيريا بالأساس، لكن أيضا مستقبل لإمكانية التصدير من كل البلدان التي يمر منها، وفي نفس الوقت هو أنبوب للاستيراد من لدن الدول المستوردة، مثلا المغرب مستورد سوف يستفيد بشكل كبير منه إلى غير ذلك. المهم فيه وهو أنه للاستيراد والتصدير لكافة الدول التي يمر منها، وبالتالي لذلك هدفه هو أوروبا، لأن قد نصل إلى مستوى أنه تصبح يعني عدد الدول المصدرة أكبر بكثير من عدد الدول المستوردة. لذلك فالفكرة أساسها الاستمرار نحو المجال الأوروبي، ولن يبقى عند الوصول إلى المغرب إلا حوالي 15 كيلومتر للوصول إلى أوروبا. وأوروبا
في حاجة إلى ضمان أمنها على مستوى الاستيراد من الغاز، لأن لحد الآن هناك ثلاث إمكانيات بالنسبة لأوروبا. هناك الغاز المحمول عبر البواخر الذي يأتي بالأساس من الشرق الأوسط ويطرح عددا من المشاكل مرتبطة بأمن الشرق الأوسط، وهناك تخوفات كبيرة. هناك أنبوب الغاز من روسيا. ودول آسيا الوسطى نحو أوروبا تقريبا 25% بالنسبة للاستهلاك الأوروبي، وبالأساس بالنسبة لألمانيا مثلا التي تستهلك بشكل كبير الغاز الروسي. وفي هذا الإطار هناك مشاكل مع المجال الآسيوي والروسي على مستوى البيان تطبيع الأمور السياسية والاقتصادية، وأوروبا تريد أن تضمن تنوع مصادر. ثم هناك الحاضر الجديد وهو الولايات المتحدة الأمريكية التي أضحت الآن مصدرا للغاز خاصة بعد استغلالها لغاز الشيست، واستطاعت أن تغير نظيمتها الإنتاجية المستوردة بحكم أن المراسي الموجودة على ساحل الأطلسي كانت تستورد الغاز من الشرق الأوسط، والآن وجدت عملية إعادة تكييف هذه المصانع الموجودة في المراسي، لأن نقل الغاز يتطلب عملية كيماوية وهو نقله من وضعه الغازي إلى وضعه السائل. هذه العملية الآن بإمكانهم أن يغيرها بشكل عادي وبسيط، وبالتالي أوروبا بإمكانها أن تنوع إمكانيات الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية، من روسيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، ولما لا من إفريقيا. ثم هناك لا يجب أن ننسى أنبوب الغاز الذي يمر من المغرب والذي يمر من الجزائر، وهناك أنبوب غاز آخر من الجزائر نحو أوروبا، لكن كله سوف يضمن أمنا اقتصاديا مهما. ثم هناك المهم في ذلك والذي يفوق عملية التصدير والاستيراد، وهو ما تحدثنا عنه، هو الأقطاب الصناعية، القطب الصناعي الكهربائي والقطب الصناعي للأسمدة وضمان الأمن الغذائي. تماما. إذن في هذا الإطار، هذا الأبوب يشكل تحول استراتيجي بكل ما يعني ذلك، فضلا عن المشاريع التنموية الأخرى ستقام بالدول التي سيمر بها الأبوب، من بينها كما ذكرنا قبل قليل على مستوى الكهرباء. نعم، هو يعني يجب الإشارة إلى أن 31% من احتياط الغاز الطبيعي توجد في إفريقيا الغربية، وبالتالي يعني احتياط العالمي. تماما، لا احتياط الإفريقي. إفريقي يعني إفريقيا الغربية توجد فيها 31% من احتياط الغاز الطبيعي، وبالتالي يعني نلاحظ بأن إفريقيا الغربية هي التي يعني عندها واحد يعني معدل كبير ديال الناس اللي ما عندهمش الكهرباء، وبالتالي يعني هذا له بعد استراتيجي كما قلنا، وعنده أهداف يعني متجهة مباشرة نحو المواطن الإفريقي، يعني تزويد بالكهرباء إلى ما ذلك، وعندها كذلك يعني انعكاسات إيجابية، أثار إيجابية على الاقتصاد لكل بلد والاقتصاد إقليمي. دونك هنا يعني يجب يعني تحليل يعني بالنسبة للكهرباء، يعني هو يعني على المدى القريب سوف يعني يستفيد منه مجموعة من يعني السكينة التي توجد في غرب إفريقيا من ناحية زول الكهرباء. على مستوى كذلك الإقليمي سوف يعزز من الاندماج الاقتصادي لدول غرب إفريقيا، لا سيما أن المغرب يعني وضع طلب الانضمام إلى إفريقيا الغربية، منظمة أو اتحاد الدول غرب إفريقيا، وبالتالي تماما، وبالتالي سوف يعزز من الاقتصاد تنافسية الاقتصادات يعني الغرب إفريقيا، سوف يعزز كذلك يعني من وضع مجموعة من المشاريع الموازية التي سوف تعزز أو تخلق فرص الشغل هائلة، لا سيما أن إفريقيا الغربية حوالي أكثر من 53% من الساكنة هي يعني لا تتجاوز أعمارها 24 سنة، وبالتالي فيحد من الهجرة، يحد من الهجرة، لأن هذا يعني من اللي كنخلقوا فرص الشغل يعني راه عنده انعكاسات غير مباشرة، إيجابية غير مباشرة، وحد من الهجرة، حد كذلك من التطرف كما قال الأستاذ الشراوي، يعني يضمن الأمن الغذائي، وكنعرفوا حنا ما يكونش الأمن الغذائي راه يكونوا مشاكل يعني أمنية إلى ما ذلك. غادي سنعود إليه بعد تماما. وبالتالي سوف يعني يعزز هناك مشاريع جد مهمة على مستوى الكهرباء، على مستوى الصناعة التحويلية، على مستوى كذلك الصناعات يعني الانكس ولا يعني الموازيه موازي الايكوسيستم يعني الملحقه تماما الايكوسيستم، وبالتالي سوف يكون عليه يعني له مجموعه من الاثار الايجابيه سواء على المستوى الفرد او على مستوى الدوله فرديه يعني بطريقه فرديه او على مستوى تكتل الجهوي. اذا تحدثنا عن التكتل الجهوي وعلى المنطقه، بالنسبه للمغرب كيف ستكون الانعكاسات الاقتصاديه
لهذا الأنبوب على مستوى الأسر، المقاولات إلى آخره؟ أولا المغرب صار منذ زمن في نهج اقتصادي جديد على مستوى إنتاج الطاقة، وبالأساس إنتاج الطاقة النظيفة. الآن المغرب يعتبر رائدا على المستوى الإفريقي والمستوى العربي في إنتاج الطاقات النظيفة انطلاقا من الرياح وانطلاقا من متجددة. كنا خصصنا الحلقة الماضية من هذا البرنامج وقلنا الطموح هو 42% عام 2020. وتقريبا أصبحت الدولة المغربية تغير، يعني كان طموحنا في السابق أننا حوالي 2040 2050 نوصل إلى 20%، الآن نأمل أن نصل إلى حوالي كذا 40 أو 50% في 2020. لأن الوتيرة التي يسير بها المغرب هي وتيرة جد سريعة، كما أن البنيات التكنولوجية تتطور بسرعة، والآن نور واحد ونور اثنين وما سوف يتم فيما بعد في ورزات هو أصلا أيضا مجال تجريبي على المستوى التكنولوجي وتطبيق لما وصل إليه العالم في هذا الإطار. والغاز أيضا يدخل في إطار الطاقات النظيفة لأنه هو على مستوى الهيدروكربونات من أنظف الآليات، سواء من البترول أو الفحم، وكأيضا على مستوى التكلفة وبسيط جدا أقل. والمغرب يحتاج إلى ضمان أمن كهربائي بشكل كبير، بالأساس ارتباطا بالتغيرات المناخية التي سوف تؤدي مستقبلا إلى تناقص منتوج الكهرباء الناتج عن الصناعة الهيدرو كهربائية المرتبطة بالسدود إلى غير ذلك، وهو سوف يكون موازيا لهذا الإطار. المسألة الثانية وهو أن المغرب دخل في إطار نشاط اقتصادي جد متطور حاليا، دينامية اقتصادية مهمة للغاية، وسوف يتصاعد إنتاجه من أو استهلاكه من الكهرباء بشكل قوي للغاية، علما بأن هذا الأمر سوف يؤثر حتى على مثلا صناعات الكهرباء، صناعات السيارات، صناعات الميكانيكية التي سوف تسير نحو الكهرباء أكثر من اعتمادها على الطاقات المحروقات إلى غير ذلك. وسوف تحتاج السوق المغربية إلى نسبة كبيرة من الكهرباء. الآن العالم القروي تقريبا تمت كهربته إلى ما يتجاوز 89%، التراب المغربي الآن مكهرب بحوالي 90%، وسوف تتزايد الأمور بشكل كبير. ودائما لا يجب أن ننسى التغيرات المناخية التي سوف تؤدي إلى مزيد من استهلاك مثل هذه الطاقات. المسألة الثانية وهو أن المغرب بهذا الإطار يدخل في إطار مجموعة جهوية اقتصادية، لأن كما قلنا الأنبوب ليس غاية في حد ذاته، بل يدخل في إطار ومنظومة اقتصادية مندمجة ومتنوعة ولها ثلاث أقطاب: القطب الصناعي المندمج، القطب الغذائي، والقطب الكهربائي، والقطب الطاقي. المسألة الثانية وهو أن المغرب سوف يربط شراكة استراتيجية براغماتية مع مجموعة من دول هي نظيمة الاتحاد الاقتصادي لغرب إفريقيا. المغرب وموريتانيا اللي ما كانش، وبدأنا نسمع بأن موريتانيا تحاول الرجوع. المسألة الأخيرة وأنهي كلامي هنا، رحنا الآن في مجال 300 مليون نسمة في مجال 750 مليار دولار، وبالتالي هذا كله سوف تكون له. شكرا، سنعود للمتابعة من حيث توقفنا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم في الجزء الثاني من سؤال الساعة، وسؤال هذه الحلقة يرتبط بالمغرب الإفريقي في بعده الجديد. ما هي الآفاق الرحبة التي ستفتحها هذه المشاريع ذات القيمة العالية بين المغرب ونيجيريا بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وحمولاتها الجيوستراتيجية أيضا؟ والإحاطة بمختلف جوانبه نستضيف الدكتور خالد شجراوي مدير مركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، والدكتور هشام حافظ الباحث في الاقتصاد بمعهد الدراسات الأفريقية بالرباط. إذن نعود من حيث توقفنا حول انعكاسات هذا الأنبوب بالنسبة للمغرب. وانعكاسات كما قلت يعني انعكاسات اقتصادية يعني بالنسبة للشركات. الشركات لاحظنا بالنسبة للمغرب هو يعني فاتورة الطاقة يعني تشكل أكثر من 45% من العجز الميزان التجاري، يعني بالمثل بالنسبة لدول غرب إفريقيا، وبالتالي سوف يعزز من القدرة التنافسية كما قلت، سوف يعزز من القدرة التنافسية بالنسبة للشركات التي سوف تتواجد في إفريقيا الغربية وكذلك في المغرب. بالنسبة كذلك سوف الانعكاسات على 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 الفرد أو المواطن الإفريقي يعني تزويد بالكهرباء سوف يعني يخلق سوق إقليمية تنافسية من ناحية الكهرباء، كما سوف يعني يعزز من يعني السوق إقليمية، وبالتالي سوف يكون أنه لماذا؟ لأن المشكل الحقيقي لدول إفريقيا اليوم هو التجارة البينية،
ويعني هذا الانبوبغاز سوف يعزز من هذه التجارة البينية يعني بين الدول غرب إفريقيا، ولما لا بين كل جل دول إفريقيا برمتها، وبالتالي فإنه يكون له على المدى القريب انعكاسات مباشرة على الفرد المواطن الإفريقي، انعكاسات كذلك مباشرة على الشركات، انعكاسات مباشرة على التكتلات الاقتصادية ولا سيما تكتل دول غرب إفريقيا، وكذلك انعكاسات سوف تصبح هذه الدول يعني أولا سوف تستفيد للحاجيات الداخلية لهذه الدول، وبالتالي يعني وبالتالي سوف تصبح دول مصدرة لهذه الطاقة، ولهذه كذلك سوف تعزز من ميزانية التجارية لهذه الدول. أستاذ خالد، مشروع نقل الغاز النيجيري عبر أنبوب إلى أوروبا ليس ولد اليوم، هناك مشروع لكنه لم يرى النور، نقل الغاز النيجيري عبر الجزائر نحو أوروبا، وكان يعود إلى سنة 2002. نعم، هو كان مشروعا يعني مشروعا طموحا أيضا، وكان في آنه كان بالإمكان يعني نظريا تطبيقه، لكن هذا المشروع اعترته مجموعة من المشاكل. أولا ارتبط فقط بمنطق الاستيراد والتصدير، وطرحت هناك مسألة فيما بعد ومشكلة المزاحمة، لأننا نتحدث عن دولتين مصدرتين للغاز، وكان الهدف أساسا من هذا الغاز هو الارتباط بالسوق الأوروبية، لكن طرح مشكل كبير فيما بين الدولتين في هذا الإطار. ثالثا وقع مشكل على أساس أنه ليست هناك أي عملية اندماجية للدول التي سوف يمر منها إلا على مستوى إتاوات المرور والعبور. المسألة الأخرى وهي المهم والتي بإمكانها أن تعرقل مثل أي مشروع كيفما كان، هو القضية الأمنية المرتبطة بالمجال الجيوستراتيجي، وهذا المجال وخاصة مجال الصحراء الكبرى ومجال يعني الداخلي الآن، مثلا مالي تعرف عدة مشاكل أمنية، حوض يعني شمال نيجيريا أيضا يعرف العديد من المشاكل الأمنية، الحدود الجزائرية المالية أيضا تعرف عدم استقرار أمني كبير، هذا كله طرح عدة إشكاليات. أضف إلى ذلك أننا في إطار بنيات اقتصادية ما زالت تتحكم فيها الدولة، وبالتالي ليس هناك قطاع اقتصادي حر، وهناك عدم تكامل الاقتصادين الممثلين لهذا المشروع. اقتصاد الجزائر المرتبط بالدولة وبإطار شركات كبرى مرتبطة بالدولة، وهناك مشكلة على مستوى المناورة وعلى مستوى الصندوق السيادي، واقتصاد النيجيري يعرف تحولا كبيرا وأيضا حرية كبيرة على مستوى المقاولة. إذا فلسفة الأبوب الجديد بين المغرب ونيجيريا تختلف تماما. تختلف تماما، لذلك يعني يمكن أن أعطي نموذجا تقريبيا لتقريب المواطن والمستمع والمشاهد، أن المشروع الغاز الذي طرحته الجزائر مع نيجيريا هو عبارة عن طريق سيار فقط للاستيراد وتصدير. هناك منطقة تصدير ومنطقة نيجيريا استيراد. سوف أيضا تساهم في دعمها الآبار الجزائرية، ومنطقة استقبال هي أوروبا. الأنبوب الذي يطرحه المغرب مع نيجيريا هو استيراد وتصدير، ومندمج في إطار اقتصاديات وأقطاب صناعية طاقية وصناعة تحويلية وصناعات غذائية وصناعات كيماوية أيضا، لأننا لا يجب أن ننسى مسألة الصناعات الكيماوية التي سوف ترتبط بإنتاج الأسمدة، خاصة أننا في مجال فلاحي مهم. فقط أعطي مثالا ببلد نعرفه جيدا، سي هشام زاره مؤخرا، هو الكاميرون. الكاميرون كما يقول أصدقائي الكاميرونيين هو فوضى جيولوجية، كل شيء موجود فيه على مستوى المعادن، وهو أيضا فوضى فلاحية، كل شيء ينبت في الكاميرون. على مستوى الفواكه فقط، أتحدث هنا فقط على مستوى الفواكه الاستوائية، الآن حاجيات الاستهلاك لا يعني فقط جزء كبير فقط يستهلك محليا، وجزء كبير يضيع في 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 السوق الكاميرونية ولا يصدر، وبالتالي تكتيف الصناعات الغذائية في مثل هذا البلد والكوت ديفوار مثلا والبنين إلى غير ذلك سوف يساهم في تدبير ما كان يضيع من الإنتاج الفلاحي والفواكه وغير ذلك، تصنيع على مستوى العصائر على مستوى المعلبات إلى غير ذلك، وسوف يساهم بشكل كبير في تدبير الأمن الغذائي لهذه الدول وتعزيز قدرتها التصديرية لا لأوروبا أو لدول أخرى في العالم، وهذا ما لم يدخل في نطاقه مشروع الغاز الجزائر نيجيري، لأنه كان فقط مشروعا لتمرير مادة نحو سوق معينة.
إذا ذكرت الأمن الغذائي، هذا ما يقودنا إلى الجانب الثاني. فالحفلة التي احتضنها القصر الملكي بالرباط بحضور الملك محمد السادس الشاهدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية خاصة بأنبوب الغاز، اتفاقية أخرى لها دلالات وتهم التعاون بين البلدين في مجال الأسمدة الفلاحية انطلاقا من الفوسفات في إطار شراكة تهم مجموع سلسلة القيمة الفلاحية. تماما، عطفا على ما قاله أستاذ الشقلاوي، وهو أن المشكل الحقيقي الذي تعرفه دول إفريقيا اليوم وهو كيف صناعة التحويلية، كيف يعني يمكن تحويل المواد الخام، المواد الطبيعية، الثروة الطبيعية إلى مواد يعني مصنعة يعني قابلة للتصدير بكل أنواع تماما ذات قيمة مضافة عالية. لما أقول متوسطة أقول عالية. وبالتالي فالخبراء الاقتصاديين يقولون بأن 5% من هذه المواد المصدرة على عبارة عن مواد خام، يعني إلى حولنا 5% داخل إفريقيا سوف تخلق لنا أكثر من 500 ألف منصب شغل. وبالتالي هذا هو المشكل، يعني هذا الأنبوب الغاز أو هذه يعني هذه المشاريع الاستراتيجية سوف تعزز من هذه الصناعات التحويلية وهذه الصناعات يعني التي سوف يعني تمكن إفريقيا من الاندماج في سلسلة القيمة المضافة العالمية. أرجع يعني أعود إلى سؤالكم، وأن في هذا إطار هذا يعني مشروع التعاون المغربي النيجيري في مجال الأسمدة، يعني هذا كذلك هو مشروع استراتيجي له أبعاد حقيقية. إذا لاحظنا في أنه منذ سنة 2000 إلى 2016 المغرب كان ينهج سياسة مقاربة التعاون مع إفريقيا الفرنكوفونية، تعتمد أساسا على بعض مجموعة من الاستثمارات التنموية التي تساعد على خلق توسيع القوة الاقتصادية، يعني الفرص تماما فرص الشغل. اليوم لاحظنا أن المغرب ينهج مقاربة جديدة، مقاربة تعتمد على بعض المشاريع استراتيجية التي تهدف مباشرة لها أهداف مباشرة يعني تجاه المواطن الإفريقي، ويصدر يعني منتوجات مغربية محضة، الفوسفات يعني التكامل الاقتصادي. لاحظنا في نيجيريا يعني سوف يساهم بما يسمى بالغاز والمغرب فوسفات ليعطينا الحامض الفوسفوري. نفس الشيء كان في الغابون. وبالتالي هناك يعني هذه الأداء يعني هذه المشاريع هي استراتيجية. لاحظنا هذه الاتفاقيات يعني وقعت في ديسمبر 2016، اليوم فوسفات يعني يتواجد في أكثر من 11 منطقة في نيجيريا. تمام. وهذا شيء جد مهم، يعني اليوم يعني ولات تواجد يعني راه الفوسفات كيتواجد في 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 نيجيريا. لذلك التعاون يختلف بشكل آخر، لأن كنت تعامل على مستوى الفوسفات النيجيري والخبرة المغربية والإضافات المغربية. تماما، لماذا؟ لأنه هذا المشروع يهدف إلى تدبير أو وضع صيغ للتسميد التي تتلائم مع طبيعة تربة المناخ، تتلائم مع التربة وتتلائم كذلك مع الزراعة. إذا لاحظنا اليوم في نيجيريا هي يعني المساحة 293 ألف كيلومتر مربع، حوالي أكثر من 34 مليون هكتار هي قابلة للزراعة. ونيجيريا هي قوة اقتصادية فلاحية جد مهمة، لكن 70% من سكان نيجيريا مرتبطون بالفلاحة. تماما ومرتبطون بالفلاحة ومرتبطون ببقع يعني فلاحية جد صغيرة 80%. وبالتالي إذا لاحظنا رغم أن هذه المؤهلات السير غربي، نيجيريا كتحتوي على 221 مليار متر مكعب ديال الماء، ثروات حيوانية جد هائلة. وبالتالي الخبرة المغربية هنا يعني جد مهمة في هذا المجال. إذا لاحظنا بأن لقدرنا مقارنة مع المغرب ونيجيريا رغم هذه المؤهلات، يعني 34 مليون هكتار ديال الأراضي خصبة قرب للزراعة، ثروات مائية جد مهمة 221 مليار متر مكعب ديال الماء، ألوغ المغرب عنده غير 29 مليار ديال الماء. لكن الذي نشوفوا الناس يعني الساكنة اللي عندها عوز في التغذية قوة 13 مليون نسمة اللي عندها عوز في التنمية وعند المردودية الفلاحية جد ضعيفة. وبالتالي مشروع ديال الإسمنت والتعاون في المغرب نيجيريا في هذا في الأسمدة يعني الأسمدة يعني كي يستهدف هذه الطبقة من الفلاحين الصغار اللي عندهم مردودية ضعيفة، واللي يعني يساعد على يعني تصدير والرفع من مكونات التصدير لهذه المنتوجات. أستاذ خالد شقراوي، إذن هذه الشراكة جنوب بين المغرب ونيجيريا تشمل أيضا تطوير منصة لإنتاج الأسمدة في نيجيريا، ومن ثم تأمين السوق النيجيرية بالأسمدة بأسعار تنافسية، أي أن المغرب سيقدم الحامض الفوسفوري ونيجيريا توفر الغاز، وبالتالي هو نموذج تعاون جنوب. كذلك نذكر بأن بالنسبة
الكابون هو النموذج الصناعي القائم، الفوسفات ينتج الأسمدة عبر الغاز. نعم، فقط أعطي مثال بسيط. المغرب مصدر كبير عالميا على مستوى الكيماوي وبالخصوص الحامض الفوسفوري وكل ما يرتبط بمشتقات الفوسفات لأجل إنتاج الأسمدة. السوق الإفريقية لا تستورد لحد الآن سوى 0.5% مما ينتجه المغرب. ما زال المغرب استراتيجيا مرتبط أساسا بالدول الأسيوية والدول الغربية. أكبر مستورد لعنا الآن هو الصين والفيتنام وروسيا وأيضا الهند. الهند والصين في المرتبة أكبر الأراضي الفلاحية، وهناك حاجيات قوية على مستوى التسميد. يعني الإمكانيات في إفريقيا بالنسبة للصناعة المغربية على مستوى الاستيراد مهمة للغاية. ما يزيد عن 60% من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في القارة الإفريقية غير مستغلة لحد الآن، وبالتالي إمكانيات كبيرة جدا. المغرب أيضا لتطوير صناعته الكيماوية وطورها بشكل كبير، وخاصة في إطار شراكات مع الدول الغربية، والآن في شراكات جون فانتر مع الصين مع الهند، ذهبت يعني بشكل بعيد نحو الأمام ونحو التطور. لماذا لا ننقل نفس هذه التجربة مع الدول الإفريقية فيما يسمى بإطار جون فانتر، يعني الشركات المساعدة الشركات المشتركة فيما بين المغرب وهذه الدول. الحامض الفوسفوري ومشتقات الفوسفات لا يمكن لها أن تتم بدون مادتين، وهاتين المادتين مرتبطتين بالبترول والغاز، الفوسفور والأمونياك. وبالتالي يعني من الطبيعي جدا أن يشترك المغرب مع هذه الدول. النموذج الذي وقع مع الجابون مهم، لاجيني أيضا مهم للغاية، والآن مع نيجيريا. وبالتالي نحن في شراكة رابح حقيقية. ابتعدنا تماما عن من سوف يربح هذا السوق ومن سوف يسيطر على السوق. لحد الآن يجب أن نعترف رغم الجهود التي قام بها المغرب وقامت بها أيضا دول إفريقيا، ما زالت التجارة البينية الإفريقية ضعيفة للغاية. لحد الآن نحن في إفريقيا عامة يعني التقديرات الحقيقية لا تتجاوز 10% على مستوى التجارة البينية. التقديرات المتفائلة تتحدث عن 17%. لا يمكن لمنطقة جهوية أو قرية أن تطور إمكانياتها الاقتصادية إذا لم تضمن نسبة تبادل تتجاوز 40 أو 50% في إطار السوق الداخلية. وهذا ما يجب أن نسعى إليه، لأن مثلا السوق المغربي سوق صغيرة جدا 33 مليون نسمة. السوق النيجيرية تقريبا 186 مليون نسمة. السوق إفريقيا الغربية الاتحاد الاقتصادي الإفريقي راه 300 مليون نسمة. إذا نشرنا ذلك، إذا انتشرنا في القارة الإفريقية عامة وفي إطار تعاوني، سوف نفتح لنفسنا أسواق كبرى. على المستوى الفلاحي مشكلتنا الكبرى وهو أننا لحد الآن مرتبطين على مستوى الكيماوي وعلى مستوى التصدير بالنسبة للمغرب بالقطاعات الأسيوية والغربية، وفي هذا هناك مشكل أمني لضمان استمرار التصدير. ونحن نعرف ما يجول لأن الأثمنة تنخفض وترتفع، وهناك صراعات سياسية وهناك أجندات قوية في هذا الميدان. ثم أن الدول الإفريقية تعاني الآن من مشكلة ضمان الأمن الغذائي، في حين أن الإمكانيات المتوفرة كبيرة للغاية، إن على مستوى التسميد أو على مستوى المواد التي تساعد على تسميد الأمونياك والكبريت الفوسفور أو على مستوى الأراضي الفلاحية. ثم أن المجتمع الإفريقي هو مجتمع فلاحي وزراعي بالأساس، لكن هناك مشكلة كبيرة أن هذا القطاع لحد الآن لم يطور لإنتاج القيمة المضافة، إن على مستوى الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية. مثل هذا المشروع مع نيجيريا سوف يكتف تطور السوق النيجيري بشكل كبير وحتى السوق المغربية. المهم أيضا في هذا الإطار، والتجربة كانت وقعت بالأساس مع الهند على مستوى عملية التنمية المحلية قام بها المكتب الشريف للفوسفات. المهم حاليا هو ترتيب آليات إنتاج الأسمدة مرتبطة بحاجيات المناطق والأراضي. وفي هذا الإطار المختبرات التي سوف تشتغل في هذا الإطار ما بين المغرب ونيجيريا سوف تؤدي. إذن هذا التعاون بين المغرب ونيجيريا يختلف عن التعاون بين المغرب وإثيوبيا، لأنه لكل الخصوصيات شريف الفوسفات لأن دخل في مشاريع كبرى. وهذا هو المهم، وهو أن هذه الشراكة يجب أن تعترف وأن تهتم بخصوصية كل بلد وكل أرض وكل بقعة. هناك دراسة قامت بها كندا، نحن نعلم بأن كندا تهتم كثيرا بالصادرات الفلاحية والصادرات الغذائية. كندا لم تهتم فقط بالأراضي الصالحة للزراعة في المغرب والمسقية، بل اهتمت حتى بأراضي البور. والقارة الإفريقية
يعني بغض النظر عن انا لن اتحدث عن الاراضي المسقيه النيجيريه مثلا، افريقيا تقريبا، افريقيا جنوب افريقيا الساحل السافانا كلها مناطق مهمه على مستوى الموارد المائيه. المشكل الموجود هو من ليست هناك اليات لحصر هذا الماء للسقي في كله يضيع ويذهب الى البحر. هي اراضي البور، أراضي البور في القارة الإفريقية غير في المغرب بإمكانها أن تنتج ما يزيد عن 10 ملايين قنطار من ما يسمى من الفوليات، يعني الفول والجلبان والحمص وغير ذلك. ونحن الآن في القارة الإفريقية من أكبر المستوردين لهذه المواد. لنتصور فقط استغلال مكثف للأراضي الصالحة للزراعة والمسقية عن طريق التقنيات والتجارب الموجودة سواء في المغرب أو في الدول الأخرى، تأطير المجال الحيواني بشكل كبير في هذا الإطار لأنه مرتبط بالزراعة وهناك دورة حيوانية للرعي مرتبطة فيما بعد الإنتاج. ثم هناك أيضا حتى مجالات البور. أعتقد بأن هذا النموذج الذي يطرحه المغرب مع نيجيريا ويطرحه مثلا مع إثيوبيا وبإمكانه أن نطرحه مع الغابون وأن نطرحه مع دول أخرى، السنغال مثلا، هناك مشاريع الآن رواندا هناك مشروع مهم أتمنى أن يرى النور لأن هناك مجال قريب منا ولنا شراكات ثقافية معه، هو حوض السنغال. حوض السنغال يعتبر من أكبر الأحواض المائية والأحواض الفلاحية التي لم تستغل لحد الآن. البنك المغربي موجود، الاتصالات المغربية موجودة، اللوجيستيك المغربي موجود عن طائران والطريق موجود، والأسمدة موجودة. لماذا لا نضع الآن شراكة مغربية موريتانية سنغالية لحوض السنغال، وشراكة مغربية مالية نيجيريا نيجيريا بوركينابية وغير ذلك لحوض النيجر مثلا، وهناك أحواض مائية كبيرة جدا، لكن هذا يتطلب، هناك كذلك تعاون بين المغرب وتنزانيا بالضرورة، هذا كله يتطلب فقط مزيدا من التعاون وتجاوز العثرات. لأن العثرات الآن في أولا الإرادة السياسية، الآن بدأت الأمور تتغير بشكل كبير في القارة الإفريقية، هذا مهم للغاية. ما زالت هناك عثرة للمسألة الضريبية والجمركية. الإفريقية تقريبا في المرتبة 20 عالميا على مستوى صعوبة الاتجار، ضعف البناء التحتية، الطرق البحرية والطرق الجوية، هذا يجب أن يتطور. والمهم أيضا وهو ننساه أن ننتقل من الاعتماد على المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وهذه هي مشكلتنا في القارة الإفريقية، لحد الآن ما زالت عندنا فقط المؤسسات الاقتصادية الكبرى، ننتقل إلى مستوى تعاون قوي وتلقائي ليس دولة مع دولة للمؤسسة الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، وننتقل من المؤسسة العائلية إلى المؤسسة المهيكلة، هذا مهم للغاية. أستاذ هشام، إذن المغرب نيجيريا نحو الآن نحو شراكة اقتصادية وصناعية قوية ومستدامة. هو يعني الجميل في هذا التعاون المغربي وباقي دول إفريقيا، وهو يعني هذه الرؤية الإفريقية استراتيجية الإفريقية. إذا لاحظنا أن كل الاستثمارات المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء تختلف من جهة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر حسب الخصوصيات الجهة، حسب الموقع الجغرافي، وكذلك حسب متطلبات الشعب الإفريقي. وبالتالي فإن هذه السياسة وهذا التعاون التكامل براغماتي بين المغرب وباقي دول إفريقيا هو تعاون استراتيجي. إذا لاحظنا الاتفاقية التي أبرمت بين المغرب وإثيوبيا، أن إثيوبيا لديها أكثر من 100 مليون نسمة، 100 مليون نسمة و15 مليون نسمة تعاني من عوز في التغذية. وبالتالي التصدير أو تعاون في مجال الأسمدة والرفع من الإنتاجية الفلاحية، وكذلك تبادل تجارب والخبرات عن طريق وحدات أو مختبرات تعليمية متنقلة التي يعني تدرس مدى ملائمة الأسمدة مع التربة وكذلك الزراعة والمناخ. وبالتالي فإن هذا يعني هو يعني يستهدف مباشرة المواطن الإفريقي، وكذلك يسعى إلى التنمية البشرية. بالنسبة نفس الشيء بالنسبة لنيجيريا، نيجيريا نلاحظ أنه 183 مليون نسمة، يعني قوة اقتصادية جد مهمة، 500 مليار دولار، حوالي يعني 1.1 على يعني سدس يعني الناتج الداخلي الخام إفريقي، و 78% من الناتج الداخلي الخام لغرب إفريقيا. هي قوة اقتصادية مهمة، قوة بشرية ديموغرافية جد مهمة، لكن لديها مؤهلات طبيعية جد مهمة، مؤهلات مائية، مؤهلات حيوانية، مؤهلات كذلك على صعيد التربة الخصبة قابلة للزراعة. وبالتالي هذا تكامل سوف يعني يكون يهدف إلى تطوير سياق للتسميد، وعن طريق يعني وضع مجموعة من التدابير لملائمة هذه الأسمدة مع التربة
إلى غير ذلك، وكذلك وضع مجموعة من التدابير لتوفير أو لتوفير الأسمدة في السوق النيجيرية ولما في السوق الغرب إفريقية بأسعار تنافسية، وبالتالي فهي يعني يمكن القول بأنها تنافسية، لا سيما بأن اليوم إفريقيا كل التحديات الكبرى التي تواجه أفريقيا اليوم ما هي؟ هي الأمن الغذائي، يعني التنمية البشرية، وكذلك المكانة إفريقيا على الساحة الدولية في التجارة الخارجية. العالم اليوم يعرف تحولات كبرى على مستوى التغيرات المناخية، الانتقال الطاقي والثورة التكنولوجية، كل هذه إضافة إلى صعود بعض القوى الجديدة كالصين والبرازيل والهند إلى ذلك، كل هذه يعني هذه التحولات سوف يعني تتقدم أو تمكن يعني الإفريقيا كفرصة، تتقدم إلى أفريقيا كفرصة لتنويع يعني مصادر التمويل ولتنويع استراتيجيات، أن هناك استراتيجيات شركاء تقليديين، استراتيجيات كذلك شركاء الجدد، وكذلك ك يعني تضع إفريقيا أمام تحديات كبرى، تحديات الأمن الغذائي، تحديات كذلك الهجرة، وتحديات كيف يمكن تعزيز مكانة إفريقيا فيه. وربما هذا وهذا التوجه هو الذي يعني صار فيه المغرب، حيث الأمن الغذائي، الحد من الهجرة، وكذلك تعزيز مكانة إفريقيا على الساحة الدولية. أستاذ خالد، هذه صراحة في المغرب عاد إلى الاتحاد الإفريقي سنته المؤسسية، زيارات عدة قام بها الملك محمد السادس من غرب الوسط إلى شرق أفريقيا، وهو المغرب الآن قد ينضم إلى الاتحاد الاقتصادي لدول غرب أفريقيا في أقل من دقيقة. نعم، في أقل من دقيقة. أعتقد بأن المستقبل منفتح وواعد بالنسبة ليس فقط للمغرب، بالنسبة لكافة الأفارقة. علينا أن نعي بأن المستقبل بين أيدينا، المستقبل هو في إطار التعاون، في إطار الشراكة، وليس في إطار المنطق الأحادي. أو الحدود تغيرت، لم تعد حدودنا هي المعروفة والتي يوجد فيها ضباط وأمنيون يراقبون الجوازات. الحدود نعم الترابية معروفة، لكن الحدود الاقتصادية أضحت مفتوحة، الحدود الثقافية أيضا أضحت، والحدود الاجتماعية أيضا أضحت مفتوحة. ولا يمكن معالجة المشاكل المستقبلية التي نعيشها والتي سوف نعيشها بدون الوعي بهذه الحدود الجديدة للدول في إطار مناطق كبرى، لأن الدول الصغيرة والدول لا يمكن أن تتجاوز هذه المشاكل، ولنقم بما تقوم به الدول الكبرى إذا أردنا أن نخرج من عنق الزجاجة. شكرا جزيلا، انتهى وقت هذا البرنامج. شكرا لزمر ذكريفي الذي يساعدني في إعداده، ولكافة أفراد الطاقم التقني المشرف على إخراجه. دمتم بخير، وإلى لقاء قادم في سؤال جديد.